كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الأرض. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد جاية بعد تأهل النادي الأهلي للمباراة النهائية لكأس مصر بعد إقصاء فريق الاتحاد السكندري بالأمس بعد الفوز بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على استاد السويس مساء أمس. النادي الأهلي يقترب من تحقيق الثلاثية، هو تحدي للجهاز الفني وتحدي للاعبين من أجل الجماهير العاشقة لهذا الكيان الكبير. حلقة النهاردة فيها تفاصيل كثيرة وموضوعات مهمة، لكن نبدأ بسؤال الحلقة. وجه رسالتك للاعبي النادي الأهلي بعد الفوز والتأهل إلى نهائي كأس مصر، شاركونا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة فيسبوك وتويتر وإنستجرام، ومن خلال زي ما انتم شايفين على الشاشة العرض هذا السؤال. هنعرض كل مشاركاتكم في الفقرة الأخيرة من برنامج الترند، وقدر الإمكان بنحاول نعرض كل مشاركات الجماهير، لأن انتم في الأساس بالنسبة لنا انتم الترند، جمهور النادي الأهلي. لكن سريعا ندخل في عناوين الحلقة، والنهاردة عندنا عناوين مهمة جدا بالنسبة لمشوار الأهلي في المرحلة القادمة. في ترند الأهلي، الأهلي يواجه الطلائع في نهائي الكأس على ملعب برج العرب. وكمان في ترند الأهلي، الشحات يشارك في السوبر الإفريقي. وفي الترند العالمي، الليلة قمة بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان. اليوم بالتأكيد في مباريات قوية ومثيرة في دوري أبطال أوروبا. طبعا بنستعرض مع حضراتكم كل يوم 3 و4 المباريات اللي تقام في الجولات النهائية، وبالتأكيد مباريات المجموعات بالنسبة لمرحلة دور الـ 32 في دوري أبطال أوروبا. النهاردة في ما يقرب من حوالي 8 مباريات، مباراتين الساعة 8 إلى 5، كراسنودار هيلعب مع رين، وأيضا كمان باشك شهير هيلعب مع لايبزيج الألماني. ولكن الساعة 10 في 6 مباريات قوية جدا، إشبيلية في مواجهة مع تشيلسي، يوفنتوس مع دينامو كييف، فرانك فروزي هيلعب مع برشلونة، بروسيا دورتموند في مواجهة قوية مع لاتسيو الإيطالي، وكلوب بروج في مواجهة مع زينيت سان بطرسبرغ الروسي. وفي الختام مباراة القمة بين مانشستر يونايتد الإنجليزي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، مباراة قوية ومثيرة جدا. وفي ختام مباراة اليوم بالتأكيد الكل هيتابع ويهتم بهذه المباراة. لكن حلقة النهاردة فيها كلام مهم وتفاصيل كثيرة، وهنستعرض كمان الجديد بعد التأهل لنهائي الكأس والفرحة يعني بالتأكيد الكبيرة لجمهور النادي الأهلي. كل ده لكن بعد الفاصل، وفقرة مهمة جدا في ترند.